السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي ترم 2 او الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول ستوري تيلينج او اخبار القصص، ازاي نحكي حكاية، وده طبعا في المحور الرابع كوميونيكيشن او التواصل الاتصال. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 97 او صفحة 97، والنهاردة هنبتدي نشرح من بيج 99 علشان بيج 98 هي صفحة فاضية. وطبعا النهاردة هنشرح اخر جزء في شابتر 1 ستوري تيلينج. وعنوان بيج 99 او صفحة 99 putting it all together. putting يعني وضع، ان احنا بنضع حاجة مع حاجة تانية او بنضع حاجة جوه حاجة، ده اسمه putting. وطبعا هي جاية من الverb بتاع put P-U-T. put يعني يضع. putting ان احنا بنعمل وضع حاجة معينة. putting it all together يعني بنضع كل الحاجات together مع بعضها، بنضع كل المكونات كل الاجزاء كل العناصر مع بعضها او together. فمرة تانية putting it all together يعني بنضع كل الاجزاء مع بعضها او together. وهنا طبعا يا اصحابي بيكلمنا عن البارتس او الاجزاء الخاصة بالستوري او بالقصة. واحنا عرفنا في الدروس اللي فاتت ان اي ستوري في الدنيا ليها اجزاء او بارتس. طبعا العنصر الاولاني هو الكاركترز او الشخصيات. تاني حاجة السيتنج او المكان او البليس اللي بتحصل فيه الحكاية اللي احنا بنحكيها او اللي احنا بنسمعها. تالت حاجة الايفنتس او الاحداث، والايفنتس طبعا هي احداث القصة. وطبعا الكاركترز فيهم المين كاركتر او الشخصية الرئيسية، البطل او البطلة او الابطال بتوع الستوري بتاعتنا. وطبعا عرفنا كمان ان اي ستوري في الدنيا ليها beginning يعني بداية، وليها middle يعني منتصف. وعرفنا ان الميدل او المنتصف بتاع القصة اللي هو بيبقى في وسط الاحداث لازم يبقى interesting او شيق علشان الناس اللي بتسمع القصة او بتتفرج عليها يفضلوا مكملين علشان يوصلوا للاند او النهاية بتاعت الستوري. فدي البارتس او العناصر او المكونات بتاعت اي ستوري. طبعا احنا عرفنا كمان ان اي ستوري في الدنيا بيبقى في الايفنتس بتاعتها او في الاحداث بتاعتها وصف او استخدام للسنسز بتاعتنا. احنا عندنا 5 سنسز، وعرفنا الفايف سنسز قبل كده ورجعنا عليهم في الدروس اللي فاتت. الفايف سنسز بتاعتنا دي بيبقى بيستخدمهم الكاركترز او الشخصيات في الستوري اللي احنا بنسمعها او اللي احنا بنقراها او اللي احنا حتى بنحكيها لحد. فطبعا السنسس او الحواس بتبقى موجودة في الستوري، سواء كانت حاسة السمع او البصر او التذوق او الشم او اللمس. السمع اللي هي الساوند، والابصار او الرؤية اللي هي السايت، والشم اللي هي السميل، واللمس اللي هي التاتش، والتذوق اللي هي التيست. عرفنا الحواس الخمسة او الفايف سنسز في الاجزاء اللي قبل كده ورجعنا عليهم كمان. فطبعا الفايف سنسز بيبقوا موجودين او على الاقل سنس او اتنين، حاسة او اتنين منهم بيبقوا موجودين في اي ستوري بنسمعها او بنقراها. دي البارتس او الاجزاء بتاعت اي ستوري. هنا بيكلمنا بقى عن الاجزاء دي او البارتس دي ازاي بنعمل لها putting او بنوضعها مع بعض all together، بنحطها كلها مع بعض
all together في أي ستوري، بنحطها مع بعض جوه أي ستوري أو جوه أي حكاية، بنكتبها أو بنقراها أو حتى بنحكيها لحد. فهنا بيقول لنا a story، القصة has لها all of these parts، all of these parts كل هذه الأجزاء، all of these parts. Your teacher، your teacher المعلم بتاعك، will help you، will help you سوف يساعدك، put ان انت تعمل put او ان انت تعمل وضع them ليهم، بتضعهم كلهم مع بعض، ان انت تعمل لهم عملية وضع او ان احنا نحطهم مع بعض، all together، all together كلهم معا، كلهم مع بعض. وبيوضح لنا هنا ازاي هنعمل كده يا اصحابي. فهنا بيقول لنا السيتنج، السيتنج اللي هي في الجرين سكوير دي او في المربع الاخضر دي، السيتنج زي ما عرفنا هي البليس او هي المكان اللي بتدور فيه احداث القصة، والكاركترز، الكاركترز او الشخصيات، وكمان السنسس، السنسس او الحواس الخاصة بالكاركترز او بالشخصيات دي. التلات عناصر دول اللي هم المكان والشخصيات والحواس الخاصة بالشخصيات دي اللي هي انت بتتخيلها عن طريق استخدامك لحواسك، التلات عناصر دول بنحطهم مع بعض فين يا اصحابي؟ في الايفنتس، في الاحداث. ليه؟ لان الايفنتس او الاحداث، الحاجات اللي بتحصل جوه القصة، بتبقى موجودة في السيتنج او في المكان، والاحداث دي مين اللي بيعملها؟ الكاركترز او الشخصيات. والكاركترز او الشخصيات وهي بتعمل الاحداث دي بتستخدم ايه؟ بتستخدم طبعا الحواس بتاعتها او السنسس بتاعتها وهي بتعمل الاحداث دي، سواء هم كانوا بيتكلموا بيقولوا حاجة لبعض، فحد بيسمع الكلام وحد بيقوله، فطبعا اللي بيسمع الكلام ده بيستخدم حاسة السمع، لو حد فيهم بيمسك حاجة فبيستخدم حاسة التوتش او اللمس، لو حد فيهم بياكل حاجة او بيشرب حاجة بيستخدم حاسة التيست او التذوق، لو حد فيهم كمان بيشوف حاجة بيستخدم حاسة السايت او الرؤية، وزي ما قلنا لو حد فيهم بيسمع حاجة بيستخدم حاسة الساوند او السمع. فهنا السنسس بتاعت الشخصيات، الشخصيات بتستخدمها وهي بتعمل الايفنتس او الاحداث في اي ستوري. فاحنا دلوقتي عرفنا ازاي بنجمع البارتس او الاجزاء بتاعت اي ستوري في الدنيا مع بعض او all together، ان احنا بنحطهم في الايفنتس او في الاحداث بتاعت القصة. فطبعا علشان تحط اي عناصر لقصة معينة انت بتكتبها مع بعضها، لازم هتحط العناصر دي جوه ايه يا اصحابي؟ شاطرين، جوه الايفنتس او الاحداث بتاعت القصة دي زي ما احنا شايفين قدامنا. وما ننساش طبعا هو بيفكرنا في اخر البيج هنا ان اي ستوري في الدنيا بيبقى ليها بيجيننج او بداية، وليها ميدل او منتصف، وليها اند كمان او نهاية. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا ازاي نعمل بوتنج او نعمل وضع للبارتس او للاجزاء بتاعت اي ستوري في الدنيا all together او كلها معا، ان احنا بنعمل لهم بوتنج او وضع في الايفنتس او في الاحداث بتاعت الستوري دي. وبكده نكون انهينا بيج 99، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 100 او صفحة 100. وعنوانها sentence order. sentence order يعني ايه؟ sentence، sentence يعني جملة، وorder، order يعني ترتيب. هنا بيكلمنا عن ترتيب الجمل او ترتيب العبارات اللي موجودة جوه اي ستوري. زي ما عرفنا اصحابي ان اي ستوري في الدنيا بيبقى ليها beginning وبيبقى ليها middle وبيبقى ليها end. طبعا واحنا بنقرأ او بنعمل reading لاي ستوري بيبقى في beginning بعض العبارات او some sentences بتوضح لنا البداية بتاعت الستوري دي او beginning بتاعت الستوري دي، وفي الميدل بتاع الستوري بيبقى فيه طبعا sentences او جمل او عبارات بتوضح لنا الايفنتس او الاحداث في المنتصف.
وكمان في الاند بتاعت الستوري بيبقى فيه سنتنس او جملة بتنتهي بيها الستوري او بتنتهي بيها القصة، بتقول لنا ايه اللي حصل في الاخر. فهنا اي ستوري في الدنيا جواها سنتنسز او جمل. طبعا الجمل دي لو مش موجودة بالترتيب وبالترتيب الواضح السليم، احنا لما نيجي نقرأ الستوري دي هنتلخبط، مش هنعرف ايه المكتوب ومش هنفهم هو يقصد ايه. لكن لازم السنتنسز او الجمل تبقى مكتوبة بالترتيب الصحيح، علشان احنا لما نيجي نقراها او نيجي نحكيها لحد يبقى الاحداث او الايفنتس واضحة ومفهومة، واحنا كمان نبقى فاهمين الستوري بتقول ايه. فهنا بيكلمنا عن ترتيب السنتنسز او الجمل، وبيقول لنا سنتنس اوردر او ترتيب الجملة. فبيقول لك هنا first اولا، put the sentences in order. put the sentences in order يعني ضع الجمل in order، in order بالترتيب. second يعني ثانيا، give your story a title. give يعني اعطي، your story قصتك، a title، a title عنوان. طبعا هنا عنوان الستوري او اسم الستوري، فبيقول لك give your story a title، اعطي القصة بتاعتك عنوان، اعمل لها عنوان يعني او اسم. third يعني ثالثا، write a sentence يعني اكتب sentence جملة، to end لتنهي your story قصتك. فهتكتب جملة او write a sentence to end your story، او تكتب الجملة اللي بتنتهي بيها ال end بتاعت الستوري بتاعتك، اللي بتنتهي بيها الستوري بتاعتك، او to end your story. طبعا هو مدينا هنا في البيج دي 3 بوكسز او 3 سندي، 3 براويز. المفروض الفريم الاولاني او البوكس الاولاني مكتوب فيه beginning او البداية، والبوكس التاني او الفريم التاني مكتوب فيه middle او المنتصف، والفريم التالت او البوكس التالت مكتوب فيه الاند او النهاية. فطبعا هنا اصحابي المفروض ان احنا عارفين الستوري بتاعتنا ايه الاحداث بتاعتها، وطبعا عارفين ان البيجيننج حصل فيها ايه، والميدل حصل فيها ايه، وكمان الاند حصل فيها ايه. فاحنا هنا مثلا الستوري اللي احنا كنا افترضنا ان احنا كتبناها وحكيناها في الدروس اللي فاتت هي الكسندريا تريب او رحلة الاسكندرية، وكنا قلنا ان احنا واحنا في البيت مع بابا وماما فكرنا ان احنا نعمل تريب او رحلة صغيرة نستمتع فيها بوقتنا، واحنا قررنا ان احنا نروح الكسندرية او الاسكندرية. ففي البيجينينج كان حصل ايه؟ كنا عملنا thinking او فكرنا to go to Alexandria او ان احنا نروح الكسندرية او الاسكندرية. في الميدل حصل ايه يا اصحابي؟ في الميدل احنا فعلا روحنا الاسكندرية واستمتعنا بوقتنا. ففي البيجينينج هنقول ايه؟ هنقول I am thinking to go to Alexandria، زي ما احنا شايفين قدامنا، او انا بفكر ان انا اروح الاسكندرية. في الميدل حصل ايه؟ في الميدل انا وبابا وماما بقى خلاص فكرنا وقررنا ان احنا نروح نستمتع بوقتنا ونعمل تريب جميلة او رحلة صغيرة جميلة للاسكندرية او to Alexandria. فنقول مثلا we are going to Alexandria، احنا خلاص we are going يعني احنا رايحين دلوقتي Alexandria او الاسكندرية، واستمتعنا بوقتنا فعلا ورحنا عند البحر وكمان اكلنا وجبة جميلة. والمفروض ان هو كده احنا عملنا ترتيب او حطينا السنتنسز بتاعت الستوري بتاعتنا in order، البيجينينج مكتوب فيها السنتنس بتاعت البيجينينج، والميدل كمان مكتوب فيها السنتنس او الجملة اللي بتوضح لنا الميدل او المنتصف بتاعت الستوري بتاعتنا حصل فيها ايه. ده الفيرست. السكند بيقول لنا give your story a title. give your story a title يعني اعطي للجملة بتاعتك عنوان. المفروض نسمي الستوري بتاعتنا ايه يا اصحابي؟ رحلة الاسكندرية، رحلة الاسكندرية اللي هي Alexandria trip. Alexandria trip او رحلة الاسكندرية زي ما احنا شايفين قدامنا. طب ده السكند او المطلوب التاني. طب third او ثالثا، كان طالب مننا write a sentence to end your story. write a sentence to end your story يعني اكتب جملة to end
لتنهي يور ستوري الستوري بتاعتك او القصة بتاعتك بيها. ففي الاخر احنا كنا رجعنا بيتنا بعد ما استمتعنا بوقتنا ان الكسندرية او في الاسكندرية، وقلنا في الاخر ايه يا اصحابي؟ قلنا we had a great time. we had a great time الترجمة بتاعتها ان احنا قضينا نحن قضينا وقت رائع. we had a great time يعني احنا قضينا وقت رائع في التريب او في الرحلة بتاعتنا. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا ازاي بنعمل ordering او ترتيب للsentences او للجمل in the story في القصة او في اي قصة احنا بنكتبها، او وعرفنا ايه اهمية sentence order او ترتيب الجملة علشان خاطر بتوضح المعنى الصحيح المطلوب مننا نفهمه في الستوري بتاعتنا، وعرفنا اهمية sentence order او ترتيب الجمل في اي ستوري في الدنيا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 101 او صفحة 101 وعنوانها illustration. illustration يعني رسم توضيحي. illustration هو اي رسم انت بترسمه توضح بيه حاجة معينة، او اي رسم مرسوم بيوضح حاجة معينة ده اسمه illustration. illustration او رسم توضيحي. وبيقول لنا هنا يا اصحابي draw a final illustration. يعني ايه final؟ final يعني نهائي، واحنا عرفنا قبل كده يعني ايه draw. draw يعني ارسم. draw a final illustration يعني ارسم رسم توضيحي نهائي for your story. for your story للقصة بتاعتك. فمرة كمان draw a final illustration for your story ارسم رسم توضيحي نهائي للستوري او للقصة بتاعتك. وطبعا انت مثلا لو انا طلبت منك دلوقتي ترسم لي صورة بتوضح فيها الستوري بتاعتك او القصة بتاعتك، والرسم ده يكون رسم نهائي ممكن نعمله كفر للستوري او نحطه في اخر صفحة فيها في الاند بتاعتها يوضح ايه الاحداث اللي حصلت. المفروض ان انت يكون في خيالك صورة بتوضح الستوري دي، فانت هتعمل كده هنا وهترسم رسم توضيحي يوضح النهاية او الاند بتاعت الستوري بتاعتك، او يوضح المعنى المطلوب من الستوري بتاعتك والاحداث اللي حصلت فيها ايه. طبعا هو مدينا هنا فريم كبير زي ما احنا شايفين قدامنا، هنرسم فيه الرسم النهائي ده او الفاينل illustration ده، الرسم التوضيحي النهائي ده. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 103 او صفحة 103، ودي اخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول ستوري تيلينج او اخبار القصص. وطبعا في بيج 103 او صفحة 103 وهنا بيفترض ان احنا كتبنا اربع قصص، كل واحد في الكلاس روم بتاعتنا او كل مجموعة متكونة مثلا من عدد من التلاميذ كتبوا اربع قصص، والقصص دي اديناها للتيتشر بتاعنا، بعدين هو عمل لها cut out او قطعها واديها لنا، والمفروض ان احنا هنقراها بصوت واضح وجميل وفي نفس الوقت بعد ما نقرا الاحداث او الايفنتس بتاعت الستوري بتاعتنا هنعمل ديسكرايبنج او هنصف السنسس او الحواس اللي استخدمتها الكاركترز او الشخصيات كل ستوري من الستوريز دي او في كل قصة من القصص دي. فهنا بيقول لنا اصحابي narrative. narrative يعني حكاية الحكايات، الترجمة بتاعتها سرد. سرد يعني ايه؟ يعني انا احكي لك حكاية، فلما انا اجي احكي لك حكاية ده اسمه narrative. narrative يعني ان انا اروي لك حكاية او احكي لك حكاية. narrative evaluation. evaluation يعني تقييم. فهنا ده عملية تقييم للواحد اللي بيحكي حكاية. narrative evaluation يعني تقييم حكاية القصص. narrative evaluation. وهنا بيقول لنا review. review يعني استعرض. four personal narratives اربع قصص او اربع حكايات شخصية. cut each out. cut each out يعني قص كل واحدة منهم او اقطعها. and hand. and hand واعطيها باليد. to the author. to the author للمؤلف بتاعها.
فزي ما قلنا هنكتب أربع قصص وبعدين هنعمل لهم cut out أو هنقصهم وهنعطيهم أو هنهاند them هنعطيهم باليد to the authors to the authors للمؤلفين بتوعهم. فهنا احنا كتبنا خلاص القصص والأربع قصص موجودين معانا اللي هما الفور personal narratives أو الأربع حكايات الشخصية الأربع القصص اللي احنا كتبناهم وبعد كده قصناهم وديناهم للمؤلفين بتوعهم. فهنا بيقول لنا بقى هنعمل عملية تقييم لعملية الحكاية نفسها ان احنا ازاي الاوثر او المؤلف ده مسك القصة اللي هو كان كاتبها وحكاها لنا بصوت واضح وبعد كده عمل ديسكرايبنج او وصف للسنسس او للحواس اللي استخدمتها الكاركترز او الشخصيات في كل ستوري او في كل قصة من الستوريز دي او من القصص دي. فاول ستوري مثلا احنا ديناها للاوثر بتاعها او المؤلف بتاعها ومستنيين ان هو يحكيها لنا. فهنا عملية التقييم بتكون ازاي؟ هو عمل لنا هنا في البوكس الاولاني ده the author المؤلف read clearly read يعني قرأ او يقرأ clearly clearly بوضوح clear يعني واضح clearly بوضوح and و with correct correct صحيح volume درجة صوت صحيحة يعني هو قرأ بصوت واضح وعالي وفي نفس الوقت قراها قدامنا او عملها قراءة قدامنا in a clear voice and with correct volume او بصوت أو بصوت صحيح. وهنا مدينا 5 stars أو 5 نجوم إن احنا المفروض إن احنا هنظلل عدد النجوم اللي بتتوضح قد إيه هو كان صوته clear أو كان واضح وكمان هو عمل لها read with correct volume أو بصوت صحيح. فهنا هنلون عدد النجوم اللي بتوضح قد ايه هو كان واضح وكان صوته مظبوط وسليم. ومدينا في السطر التاني ده يقول the author المؤلف described يعني وصف خلاص هو وصف described these senses هذه الحواس ومدينا الفايف senses زي ما احنا شايفين قدامنا. هنعلم طبعا على السنسس اللي هو عمل لها describing او اللي هو وصفها في الستوري بتاعته. فلو هو وصف مثلا حاسة الصوت هنعمل عليها علامة صح. لو هو وصف حاسة الساوند هنعمل عليها علامة صح. لو هو وصف حاسة السميل هنعمل عليها علامة صح. لو هو وصف حاسة التيست هنعمل عليها علامة صح. لو هو وصف حاسة التوتش هنعمل عليها علامة صح. فكل حاسة او كل سنس هو هيوصفها وهو بيحكي الستوري بتاعته او القصة بتاعته هنعمل على السنس دي علامة صح علشان نقول هو وصفها في الستوري تيلينج او في الناراتيف بتاعه. ونفس النظام في الثري بوكسز التانيين the author read clearly and with correct volume ومدينا الفايف ستارز. وبعدين بيقول لنا the author described these senses او الاوثر عمل describing وصف these senses الحواس دي وهنعلم على الحواس اللي هو وصفها. وفي البوكس الثالث نفس الكلام the author read clearly and with correct volume هنعلم على عدد الستارز اللي بتوضح قد ايه هو كان clear او كان واضح with correct volume او بصوت صحيح. the author described these senses الاوثر عمل describe او وصف these senses وهنعلم على senses اللي هو وصفها. واخر بوكس نفس النظام the author read clearly and with correct volume الاوثر read clearly قرأ بوضوح and with correct volume وبصوت مظبوط هنعلم على عدد الستارز اللي بتوضح هو قد ايه كان clear وقد ايه with correct volume او بصوت مظبوط. وبعدين بيقول لنا the author described these senses او الاوثر عمل وصف للحواس دي فهنعمل علامة صح على السنسس اللي هو عمل لها describing او وصف وهو بيحكي الستوري بتاعته. وبكده نكون انهينا بيج 103 او صفحة 103 وانهينا معها شابتر 1 او الفصل الاول ستوري تيلينج اخبار القصص. اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة.
لو أعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس أو الروابط بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو، وسايب لكم كمان الروابط بتاعت قوائم التشغيل موجودة بشكل منظم وجميل. لو حد حابب يرجع لقوائم التشغيل الخاصة بالترم التاني أو بالترم الأول هيلاقيها موجودة ويقدر يفتحها بمنتهى السهولة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.